يلا دي بدلوا السلايد، ده اول سلايد. من ده على الشير يمن تمام يمن، دكتور ريسر. اسرع. يلا السلايد الثاني. هسه المحاضرة السابقة ما كملنا، بعدين اجي على الجوندس ظل تقريبا في 2 3 سلايد. نبدأ اليوم بريولوجي اند اناتومي اوف ذا انال كانال. الانال كانال كونسيست اوف ذا تو بارتس، عندنا بروكسيمال وديستال بارتس. البروكسيمال بارتس يوجوالي فروم ذا باول، فروم ذا لارج باول يعني، بينما ديستال بارتس يوجوالي فروم ذا سكين. اس اكلوكا بالامبريولوجي بدي اس اكلوكا، وعندنا جي اي تراكيزم من فوق، ذير از كوميونيكيشن بتوين اوف ذيم فراح يصير انال كانال. الفوق عاده البروكسيمال انال كانال البلس سبلاي والنيرف سبلاي كلها فروم ذا ميزنتري فروم ذا لارج باول، بينما ديستال كانال البلس سبلاي والنيرف سبلاي مالته از اسوماتيك فروم ذا لور داون فروم ذا بيودينال نيرف اند ارتري. تشينج ذا سلايد. الكلوكا شنو كلوكا؟ الحقيقة موجود بالحيوانات البدائية is ectodermal invagination، راح يصير invagination of the ectoderm at the anal area. هذه invagination يعمل urogenital systems ويعمل anal canal. بعدين راح يصير septum between two systems between genital systems urogenital systems and anal canal، يبقى anal canal وحده بالخلف. هذا بالخلف راح يتحد ويا البروكسيمال بارس اوف ذا انال كانال ينزل من فوق. ديس كوميونيكيشن راح يصير عندنا دينتيت لاين. الدينتيت لاين هي كلش مهمه فروم ذا سيرجيكال اناتومي، لان الفوق اكو شيء والجوا اشياء اخرى. فدينت لاين هي المارك بتوين ذا تو بارس اوف ذا انال كانال. تشينج ذا سلايد، اذر سلايد. الانال كانال هي سيرجيكال انال كانال تقريبا ميجرز فروم 2 تو 4 سنتيمتر. It begins at the anorectal junction يعني بالريكتم lower end of the rectum and terminate at the anal verge. As I said, dental line is marked between the transmission above the dental line the mucosa is columnar below it is a squamous epithelium. هاي يسمى إنا transitional zone تقريبا 1-2 centimeters of the length. يبدي columnar بعدين يصير cubital بعدين يصير squamous epithelium. بالdented line أكو opening or fold يسمى column of Morgagni على شكل false columns موجودة حول الانال كانال above the dental line يسمى column of Morgagni. Between these columns أكو pear pouch. على هذا الباوش اكو جلاند يسموه انال جلاند يوجوالي اوبن فور ذيس اريا. تشينج ذا سلايد. الانال جلاند هي جلاند موجوده يصير بتوين ذا انترنال اند اكسترنال سفنكتر بهالمكان اند اوبن تو ذا جريبس اوف ذا مورجاني فيها قناه ينفتح وبيها سكريشن، ومهمه من الناحيه الجراحيه لانه الانفكشن اوف ذيس انال جلاند كوس برينال ابسس كوس فشله والى اخره. نجي اهم نقطه عندنا سوبرفيشال اور اوتسايد اوف ذيس انال سفنكتر. وي هاف تو سفنكتر، انال سفنكتر انترنال انال سفنكتر والاكسترنال انال سفنكتر. الانترنال انال سفنكتر هي سموث مسل لاير اوف ذا سموث مسل لاير از كونتينيويشن اوف ذا ريكتم مصل. الريكتم مصل ينزل لي جوا فيعمل انال انترنال انال سفنكتر. الانترنال انال سفنكتر از سراوندد باي ذا اكسترنال انال سفنكتر. تشينج ذا سلايد. الاكسترنال مصل هي اكسترنال سفنكتر مصل استريت فصل. It is voluntary muscle under the control and usually supplied by the pudendal nerve. We have usually three position or three parts of the external sphincter. We have superficial, we have subcutaneous, we have deep external sphincter.
السبكوتينس كل السوبرفيشال يصير، بعدين سوبرفيشال ديب تو ايد تسميه، بعدين ديب اكسترنس فينكتر از لارج مسل اند از باورفل مسل. البارت اوف يسموه بيوبوريكتاليس، البيوبوريكتاليس هي مسل فايبر يجي من البيبيك بون على شكل حلقة around the rectum، فنسميه pupurrectalis muscle. It's very important to the competence of the bowel motion for control of for the bowel motion. Change the slide. هاي الصورة بين عندنا هاي الريكتم وين الكنال والانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر والبارت مال الاكسترنال سبكوينس بارس، عندنا سوبرفيشال بارت وبعدين ديب باس، كلها يبين بالسلايد. تشينج ذا سلايد. هذا نقدر نشوف هذا اللينث مال ان الكنال، الفوق موجود دينتيت لاين، الكولوم اوف مورجاني هم موجود، هاي الفوق هذا شكل كولومز، وهذا الانال كانال opening for the pouch of the Morgagni. هذا اللينث مالها تقريبا 2 to 4 سنتيمترز. الفوق عادة قلنا from the apophysis والجوة it is endoderm. change the slide. هاي صورة أخرى، شوف الاكسفنكترز موجودة، هذا الانال كانال، هاي الاكسفنكتر supplied by the pudendal nerve، هاي المصل يسموها pelvic levator موجودة حاجز أو pelvic diaphragm and anterior هاي يسمى transverse facial transverse muscle anterior to it is urogenital systems posterior to it is anal canal. change the slide. هاي صورة أخرى، شوف الانال ميكوزا، هاي فوق كولومنار وجوا عادة white in color Stratified squamous epithelium. change the slide. هذا pupurrectalis muscle يجي من الأمام من البيبيك بون حول الريكتم، يسحب الريكتم ليمام ويعمل أنجل. هذا الأنجل important for competence of the bowel motion. change the slide. نجي على blood supply. The blood supply, we have three blood supply for the anal canal, superior hemorrhoidal artery or superior, and a branch from the inferior or terminal end of the inferior mesenteric artery. An inferior mesenteric sigmoid branch, rectal branch, left colonic artery, in the terminal branch, is the anal colon, and the superior hemorrhoidal artery. And usually we have three branch بالنهاية يصير single left branch with two right branch. According to this branch the hemorrhoid يصير بالleft side عندنا one hemorrhoid، بالright side يصير two hemorrhoid، and hemorrhoid يصير around the artery. We have another artery middle hemorrhoidal artery arises from the internal iliac artery. We know that common iliac artery divided to external iliac artery يصير femoral artery. And we have internal iliac artery of the visceral branch to the pelvis, to the urinary bladder, to the uterus, to the vagina, etc. فينطي branch to the anal canal. سميها middle hemorrhoidal artery. And also we have inferior hemorrhoidal artery. It arises from the pudendal artery, internal pudendal artery. فعادة يصير communication of this blood supply. موجودة anastomosis between the upper and lower. إذن أهم شيء أن superior hemorrhoidal artery inferior hemorrhoidal artery and sometimes we have here middle hemorrhoidal artery. change the slide. The venous drainage above usually drain by the superior hemorrhoidal vein to the portal system or على portal systems. The middle hemorrhoidal vein drain to the internal iliac vein. Well, lower inferior hemorrhoidal vein usually then drain down to the pudendal vessels. And here there is a communication between the portal systems and
يعني بورتال سيستم اند سيستميك سيستم فينوس سيستم. هذا احتمال الهيمورويد اللي عندنا بورتال هايبرتنشن يصير هيمورويد ديس كوميونيكيشن تشينج. هاي الصورة يبين الكوميونيكيشن بين ذا بورتال سيستمز سيستميك سيستمز. هذا سيري الهيمورويد يصير على الآلة وموجود السفنكتر اكسترنال سفنكتر اند انترنال سفنكتر تشينج. هاي صورة أخرى يبين البلد فازلز والمصل والانال كانال انترنال انال كانال اكسترنال انال كانال والكوميونيكيشن بين ذيم تشينج. هاي صورة أخرى مع السوبيريور هيمورويدال فين الارتري اللي is a branch from the rectal artery and communication بال lower down بال inferior rectal artery change. Another picture واضح بها يبين communication between the blood vessels and external sphincter and internal sphincter and pelvic diaphragm. هاي ال pelvic diaphragm اللي separate the pelvis from the outside change. Superior rectal vein and inferior rectal vein or hemorrhoid vein communication between them change. هاي above columnar epithelium والجوا سيكويموس epithelium سمو يكتوديرم وينديرم الفوق يكتوديرم يكتوديرم. Lymphatic drainage is very important. Proximal to the intake line, go to the inferior mesenteric vein at lymph node. بينما distal to the intake line, go to the inguinal area, inguinal lymph node. Where sometimes carcinoma of the lower part of the rectum metastasis to the inguinal area, inguinal lymph node. Change. هاي صورة مع الليف نود بين الفوق والجوا تشينج. النير سبلاي وي هاف باراسمبثيتك نير سبلاي which is very important الحقيقة لأنه كل الديفيكيشن due to باراسمبثيتك نير سبلاي. It originate from the S2, S3, S4 كون نيرف سما نيرفي إيريجنتي بينما الفوق الباراسمبتيك سبلاي من وين يجي؟ أباف الكولون والباول باراسمبتيك سبلاي معنا from where؟ تلام from the vagus nerve. بينما الجوة إن الكنال باراسمبتيك نيرف معنا from the nerve إيريجنتي originates from the S2, S3, S4 وعندنا sympathetic fiber يجي من ال sympathetic تعرفوا الشين اللي موجودة من ال T1 إلى L1 زين. فينزل مجموعة من النير to the area يصير hypogastric plexus at sacrum anterior to the sacrum. From this plexus blood supply nerve supply go to the rectum. إذن هي we have hypogastric plexus formed from a sympathetic nerve اللي يجي من a sympathetic chain من ال L1 والT12 والT11 ويجي من a parasympathetic supply from the S1 يعني from S2, S3, S4 سمو nerve virginity راح يتكون عندنا plexus وهذا ال plexus supply nerve supply to the inner canal via parasympathetic وبيا sympathetic وال parasympathetic is very important for defecation. Change the slide. المصل عندنا internal anal sphincter innervated by the sympathetic and parasympathetic nerve مثل ما قلتوا زين. Both types of the fire inhibit sphincter contraction بينما external anal sphincter and puporectalis the somatic nerve supply matter from the inferior rectal branch of the internal pudendal nerve with sensory innervation from the plexus الحقيقة and this is a under the control. This external sphincter is under the control. Change. One point, الحقيقة, the rectum is insensitive to pain.
والأبر باس أو ديل الكنال is also insensitive to pain. The pain بيصير below the dentate lines with very severe pain. يعني إذا عندنا في الباثولوجي above the dentate line not cause the pain. بينما إذا جوا cause severe pain. أهم شيء الفسيولوجي مالين الكنال هي fortification. شلون يصير fortification الحقيقة؟ من contraction of the rectum ينزل الفيسس inside the anal canal at this area. This stimulate the contraction of the muscle and relaxation of the internal sphincter and external sphincter. فيصير modification. بالطبع الباول عندنا مثل abdominal bowel all of this يعني abdominal muscle bowel also contribute for defecation. حتى زيد البريجر زيد الانتر abdominal بريجر حتى يصير defecation. Change. فإذا هي defecation is a coordination between increased intra-abdominal pressure by the valsafla maneuver or contraction of the abdominal muscle, so increase the rectal contraction, relaxation of the sphincter of the puprectalis muscle, and opening of the anal canal, and the material go out. Change. We have some resting pressure or squeeze pressure. يعني بالحالات الاعتيادية the internal sphincter is responsible for the resting involuntary sphincter tone. يعني أكو دائما contraction موجود بحيث غاز لا يطلع برا. Feces. هاي internal sphincter مسؤول عنه. The external sphincter is responsible for voluntary sphincter for action for squeeze pressure. يعني الشخص العادي مثلا خلينا نقول عنده غاز بالركتم، الغاز مال الركتم ما يطلع لانه already internal sphincter is on contraction يسموها resting pressure or resting contraction by involuntary. بينما اذا جاء الباول موشن تحرك واحد يستعمل external sphincter زين to control for the passage of the material حتى يلقي له مكان مناسب. Change. هاي تكلمنا الفسيولوجي والاناتومي والهيستولوجي اول ديزيز الحقيقه عندنا بيرفوريشن دائما احنا نبدي كونجنتال ابنورمالتي وكونجنتال ديزيز بعدين نبدي على اكواير ديزيز الامبورفوريشن اناس احتمال ينطوكم اياه صف خامس بس احنا بنعطيها لانه احتمال ما ينطون هي قلنا there is a communication يصير between the upper anal canal and lower anal canal وراح يصير فتحة وينفتح ويصير normal anal canal. If this communication is not occur and there is no opening of this two canal فراح يصير عندنا imperforated anus. We have two types of them perforated anus, low variety and high variety. Low variety أهم الحقيقة لأنه علاجه سهل more common. We have covered anus, يعني the anal canal not open, be a cover of the skin. We have ectopic anus, مكان مو مكان الطبيعي غير مكان. We have stenosis anus, very small, كلش small. Canal, and we have membranous stenosis. موجودة هاي كلها types of the low variety. شو نعرف low variety وhigh variety؟ خلي mark على anal area ونقبل ونقلب الطفل وناخد X-ray نشوف الغازز وين واصل. إذا غازز مسافة كلش قريبة from the mark and غازز بمعنى low types. إذا مسافة طويلة between gases and our market بمعنى زين high types. Change. دكتور ممكن تعيدها؟ low variety نعم. high variety. low يعني import ناس ينقسم إلى قسمين low variety و high variety. low variety الحقيقة اللي جوا الابنورماليتي اللي جوا مو أبوف
يعني بالاكسترنال بارت اوف ذا انال كانال. ايذر وي هاف كفر دينس فالممبرين موجود يعني كفر دينس ماكو اي فتحه ما تشوفين اي فتحه برا بتاتا او اكتوبيك انس الانس مو بالاريا مالتها بالبرينيوم انتيريور تقريبا يوجوالي يصير انتيريور تو ذا نورمال بوزيشن and we have stenosis anus very stenosis كلش ضيق and we have membranous stenosis anus كلش اكو فرد covered membrane thin membrane on the stenotic part فهذا التايبس مع low variety اغلبين نشوف الهاي فرايتي الهاي فرايتي الحقيقه يصير وياها another abnormality either agenesis يعني anorectal agenesis ما زين ما كان لا صار إلى الكنال ولا هذا فكو جاست فيستولا يصير فيستولا between this tracts and bladder in the male or posterior fornix of the vagina in the female يعني الان الكنال ينفتح على vagina or ينفتح على bladder بالميل يسموه anorectal agenesis اساسا ما صار anorectal او we have rectal atresia الrectal atresia اكو ريكتام بس ended blindly يعني ما عنده communication with other organs but end blindly واللور بارت هم also ended blindly but there is no communication between the rectum and external anal canal يسمى rectal atresia والكلوكا زي موجود يعني communication between urogenital systems and anal canal كلها فتحة واحدة مثل الطيور الطيور كلهم عندهم تقريبا فتحه واحده في الهايدات فاذا الهاي فرايتي ايذر انوركتال ايجينيسيس ذير از ا فيستولا صاير كوميونيكيشن وذ ذا بلادر اور بوستيرير فورنكس اوف ذا فاجينا اور ذير از اتريزيا يعني ما كان صار لور بارت اوف ذا ريكتم ريكتم اندد بلايندلي يعني انبوب مغلق والجو كذلك فهاي ريكتال اتريزيا اور وي هاف اونلي ذا كلوكا حيت أن one opening for urogenital system and elementary systems يعني الخروج وال زين وال urination only one opening شو خلينا نفرق بيناتهم راح نفرق شو نخلي فرد مارك على أين الأريا مارك مثلا خلينا نقول كان قبل كان أكو عمل معدنية 50 فلس أو 10 فلس نخليها بلاستر وناخذ صورة بالأشياء نقلب الطفل لما نقلب الطفل أكو جازز بالباول هذا الجازز باول يصعد فوق إلى أن يصل للنهاية وعندنا مارك وهذا المسافة نشوفه between our mark and gases إذا أقل من 2 سنتيمتر هذا low types إذا أكثر من 2 سنتيم هذا high types أوكي واضح change the slide هاي الصور هذا كتو كفر ديناس change another slide هذا اكتو بيكيناس للأمام فتحة مالته change the slide هذا stenosis ديناس بحيث صاير dilatation of the rectum change هذا membranous stenosis كفر membrane موجودة على stenosis part in addition to dilation of the rectum change هذا anorectal agenesis there is a communication between direct in between the rectum and bladder in male and rectum and posterior fornix of the vagina in the female change بعد ان وضع هذا بالطبع هو it is a surgical problems the lower part easily can be dealt كل سهلة بس الأبر بارت is difficult to deal لأنه احتمال لا يصير عندي incontinence for bowel motion يصير injury of the sphincter muscle أو already sphincter muscle ما يعني in not proper position other abnormality we have sacrococcygeal teratoma التيراتوما هي تيومر كومبوست اوف تيشو فروم اول ثري امبريوجينيك جيرم لاير احنا نعرف الثري امبريوجينيك جيرم لاير هي شنو اكتيدورم اندوديرم اند ميزوديرم التيومر ارايز فروم اول ذس ثري
origin. Of course, at the sacral area, ثم sacrocolumbar teratoma, it is rare. Then, بالفيميل أكثر من الميل. Tumor might be very huge at birth. يعني حتى أحيانا يمكن complication of the delivery يصير أو difficulty of the delivery لأنه large tumor. يعني الطفل يولد وعنده tumor. المشكلة is prone to become a malignant. ده يبقى يصير malignant. And for diagnosis, we do MRI for diagnosis. Change. Treatment, surgical excision. We excise this tumor. And also part of the sacrum. بالاكسجين نعمل عادة. ليش نعمل اكسجين؟ لأنه liable to the ulceration, liable to the infection. Then might be malignant change. And rectal or urinary obstruction. يعني tumor أحيانًا very large, cause obstruction for urination and defecation. Well, that is necessary. We excise it. Change. Yeah, large sacrococcygeal teratoma. Change. هذا كان تيراتوما اللي قلنا it originated from the three germinal layer الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. We have another tumor called post-anal dermoid. That only arises from one germ layer from the endoderm. Then it's a cystic swelling in front of lower sacrum and coccyx. يعني هذا راح يصير أمام الساكرم. And coccyx posterior to the anal canal. يعني between the lower rectum, anal canal من طرف and sacrum and coccyx من طرف آخر. بينما التيراتوما يعبر الكوسيكس then outside. إذن it is simple form of the teratoma. The symptoms until adult life are when prone to infection. يبقى يعني ما يجوز ما يحس بلا يصير infection. Maybe large size cause difficulty identification. Management matters surgical excision. This is not liable الحقيقة to the malignancy. إذا هي tumor راح يصير between the sacrum coccyx من طرف وين الكنال من طرف and originated from one germ layer from the endoderm عادة ولا يسمى dermoid. We have تعرفون اكو dermoid و we have also epidermoid. الابيدرمويد يعني الاكسترنال من الاكتوديرم epidermoid بينما dermoid from the endodermoid بينما تيراتوما from the all layer. Change the slide. نجي one of the most common diseases الحقيقة بالجراحة بالانال اريا بايلونيدال ساينس. سامعين بي او ما سامعين ما سموها خلينا نقول باللغة العامية ناسور عصعصي. هو مو ناسور بس هي تسمية مالته باللغة العامية ناسور عصعصي. هي البايلونيدال ساينس الحقيقة هي سيست or abscess due to infection. وين يصير المكان ماله؟ near at the natal cleft باللور part of the plotics posterior to the anal canal فوق بالnatal cleft of the plotics that often contains hair and skin debris. عادة بيها hair وبيها skin debris. البايلونيدال ساينس البايلونيدال means يعني nest of hair. nest of hair شنو؟ يعني عشب من ال شعر. And is derived from the Latin words for hair, pilus, and nest nidus. It is a common condition of the skin overlying the skin of the sacrum. كلش common خاصة بالميل. It affects male more than female. حتى بالفيميل يصير بس أكثر شيء بالميل. لأنه الميل is more hairy. Usually it affects young male with dense, dark, strong hair. اللي عندهم شعر كثيف. الأدلت إيج مارتهم تقريبا 15-24 سنة rarely after 35 years. إذا يصير بليان
بالهيري اللي عندهم dark hair بالميل and overlying the skin of the sacrum at this area. And usually common, يعني ما أقول خلينا نقول كل أسبوع بالعيادة ويجينا كيس. Change the slide. Etiology, we have two theory, either congenital theory or acquired theory. Congenital theory يقول أكو dermal inclusion, يعني الديرم السكين تعرفون بيه ديرم وديرم. A dermal inclusion of the skin overlying the lower part of the sacrum. A derm يفوت لي جوا. After the puberty, this derm inclusion get infection and present it as infected pyelonidal sinus. إذن هذه theory إيش يقول؟ The derms should be an inclusion inside this area. والطبع راح يصير بها more cells واحتمال يكون هو يكون hair ويكون glands skin gland زين فيصير بها accumulation of the fluid ويصير بها infection. فهذا congenital theory. Acquired theory هي the hair from the head and back gravitate to the skin over the sacrum and coccyx. يعني الهير اللي موجود بالباك of the person زين انقطع او يتكسر يتجمع at this area and go inside يعني كانما يصير intervention inside and usually accumulate as subcutaneous tissue with difference and it we end with organism. يعني الشعر اللي موجود بالظهر من الباك ينزل اللي جوا خاصة يصير عادة بالسواق لانه هو اكثر شيء هاي اول مرة شافوها بالسواق العسكريين اثناء الحرب العالمية الاولى لأن ده عرق وكذا وما يسبحون اللي يجمع وينزل inside the skin. Change. كل واحد عنده خلينا نقول factor to confirm their theory. بالacquired عندهم الحقيقة يعني theory معلوم أقوى لأنه only the pyelonidal sinus of course and umbilicus and the whips of the finger of the barber الحلاقين بين أصابعه ما يصير زين والراوند أمبلاكس يصير فإذا هاي أكثر شيء acquire نفس الشيء. There's only dead hair and there's no hair follicle يعني بالأريا dead hair ماكو hair follicles and the tip of the hair usually directed inward inside and it occurs in hairy man and it occurs after management or after the surgery يعني يصير عنده recurrence. فهذه هاي النقاط الخمسة goes with acquired theory. Change the slide. الباثولوجي ماله شنو؟ There is a cavity in subcutaneous tissue. هذا الكافيتي overlying the sacrum يصل للعظم يعني من السكن للعظم and there is a multiple opening at midline. هذا الكافيتي is lined by the granulation tissue. زين بيها granulation tissue وبيها epithelialization also partially epithelialized and contain hair loose hair and there is infection intermittent infection by the aerob bacteria and forum abscess. إذا أكو multiple opening بالcutaneous area بالskin مال sacrum باللور part of the sacrum وأكو كافيتي اللي جوا وهالكافيتي بيها هير مجموعة من الهير لأنه احتمال infection والكافيتي lined by the granulation tissue and even lined by the sometimes epithelium هم موجود. Then change the slide. الكلينيكال فيشر احتمال ما عنده symptoms ما يحس المريض ليس عنده symptoms or عنده for local discomfort and discharge usually عنده discharge بالهيريا fluid discharge or loose hair pointing out of the derm احتمال يعني hair من هاي الفتحات تطلع موجودة زين or pain due to infection يجينا أكثر شيء إحنا المرضى يجون إنه pain due to infection and abscess formation أو يجون أحيانا الحقيقة أكو for discomfort أو discharge.
and hair coming out from this area. Helical feature of this pilonidal sinus. Change the slide. I saw them al pilonidal sinus via multiple opening. Change. هذا multiple opening موجودة مع البيلونيدال ساينس مع الاريا نظر بين صورة هاي صار بي انفكشن جرانيوشن تشيو طالع برا انفكتد تشينج الديفرنشال دايجنوزز معناتها شنو يا برينال ابسس يعني برينال ابسس راح نعطي محاضرة سواء جاء على برينال ابسس ورينا الفسشولا بس هنا الفسشولا شوي اليمام يصير وديرمويسس اللي تكلمنا سابقا عليه وساكرو كوسيجيال تيراتوما اذا صغير باي ديفرنشال دايجنوزيس اوف ذا بايلونيدال ساينس تشينج تريتمنت اذا جانا ابسس ايش نعمل اذا بيشن جي ابسس بيون في العاده سفرينج فروم ذا بين نعمل لانسجن وي كلين ذا ابسس We remove all the loose hair which is present and we left the wound open and daily dressing will be healed by the granulation tissue. يعني نعمل incision شوي نكبر الانسجن وننظف الجراح زين بيا باس وبيا هير كلها we keep it open. Daily dressing مع الوقت راح يصير granulation tissue وينسد. وطبعا نعطي انتيبايوتكس وديت اند انرجيتكس هي تريتمنت اوف بايلونيدال ابسس يعني خلي البرنسبل مال الدرين كلين انتيبايوتكس اند انرجيتكس تشينج اما اذا جانا ما بيها اكسجين ما بيها انفكشن ما بيها ابسس هاو وي تريت نعمل لوكال اكسجين نقص هذه كلها نعمل هذا الكافيتي ملتيبل اوبننج ملتيبل كافيتي وريموف اول ذس زين بنعمل له انجكشن فروم وان اوبننج فهذا وين يتوزع على الكافيتي فوين واصل بمعنى الحدود مال الكافيتي مالته ومال الساينس فهو اكسايز اكوردنجلي ورا ما نشيل الاريا كلها فايدر وي كلوز باي سوشرينج خيطها ونسدها او وي كيب ات اوبن تو هيل باي جرانيوليشن تيشو اذا هي كل شيء يعني ميزات وهذا السوشرينج يصير بها ايرلي هيلينج بس شنو احتمال ريكرنس اكثر جوا باقي كافيتي وابسس والسكندري هيلينج يعني اذا تركها بلا خياطه راح يصير جرانيشن تشو فايبروسس زين ريكرنس قليل بس المشكله ياخذ وقت كثير مور ذان 1 مانث احتمال 40 يوم يطول تشينج سلايد هاي الاريا الخريطه مع الاور سوشرين هاي كلها نشيلها بالاريا تشينج هاي صوره جانبيه على باينال ساينس عادة يعني نشيل في huge amount أحيانا شيء مخيف يعني هالياري نشيل في بصير في البير ياري كثير الحقيقة change the slide هذا depress من ألت زين change هاي المحاضرة خلصنا